نواصل من غزة. النزيف يتواصل وفرص الوصول إلى هدنة تتضاءل. المساعي لإنهاء الحرب في غزة قبل مغادرة الرئيس الأمريكي من منصبه أصبحت بعيدة المنال. اتفاق غزة أصبح ينازع عليه من كلال جانبين. زاده بالطبع تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا الحدودية، تمسك أوصل الرئيس بايدن إلى خط النهاية مع نتنياهو بحسب مسؤول أمريكي لشبكة CNN، فضلا عن الشكوك حول استعداد نتنياهو نفسه للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يضعف قبضته على السلطة. المسؤول أضاف أن بايدن ضعف مجهوده على صفقة غزة مؤخرا لتسجيل إنجاز جديد قبل مغادرته وفقا للشبكة، لكن الجزء الأكبر من اللوم عن هذا المأزق في المفاوضات يقع بحسب المسؤول على عاتق حركة حماس.